ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه، ودلوقتي مع الفقره الطبيه. طبعا اوقات كتير بنشوف اشخاص بياكلوا كتير جدا رغم انهم مش جعانين، لكن لمجرد ان الاكل بيسبب لهم حاله من النشوه والسعاده فبياكلوا، وبيبقى حاجه زي الادمان لكن من نوع تاني، وهو ادمان الاكل. اللي هو فرحان باكل، زعلان باكل، متضايق باكل، في كل الظروف باكل، وده اللي بيطلق عليه الجوع العاطفي. طبعا النتيجه بتكون معروفه، سمنه بدرجتها على حسب طبيعه جسم كل شخص، وده في نهايه المطاف مش بس بيخليني شكلي وحش ومش واثقه في نفسي، لا ده كمان بيسبب امراض كتير جدا احنا في غنى عنها. علشان كده منوراني النهارده في الاستوديو دكتور اميره مهيب، خبيرة التغذية العلاجية، واللي هتكلمنا النهاردة عن الجوع العاطفي، معناه إيه وأسبابه إيه وإيه علاجه. أنا أول مرة يا دكتور أسمع الموضوع ده. أولا أهلا بيكي، منورانا ومشرفانا النهاردة. أنا كمان مبسوطة جدا مع حضرتك، وإحنا كمان سعداء بوجودك معنا. والنهاردة موضوع غريب شوية، يعني ليه مسمى يمكن إحنا في ناس تعرفه، في ناس كتير ممكن تكون أول مرة تسمع عن الجوع العاطفي. إحنا فعلا في ناس حقيقي لما بتتضايق أو بتزعل بتاكل، ولما بتبقى فرحانة بتاكل، عكس ناس طبيعة ناس تانية ما بتزعل ما بتاكلش مثلا، بس ما بتفرح بتاكل كتير مثلا. لكن التفاوت ده اللي بيوصلنا لنتيجة واحدة. كلمينا الأول عن المصطلح ده، وإزاي بيجي لنا إحساس الشعور العاطفي ده؟ يعني هو شعور كاذب ولا حقيقي، ولا إحنا مبقاش جعانين فعلا ولا إيه؟ لا، هو شعور كاذب. هو زي ما حضرتك قلتي كده، هو الجوع العاطفي ده من اسمه هو ليه علاقة أو مرتبط معايا بالمشاعر. كويس. يعني أنا مكتئبة هاكل، جعانة هاكل، فرحانة هاكل، مريت افتكرت مثلا موقف حصل لي أو اتفرجت على فيلم مثلا مؤثر احط همي في الأكل بالظبط. هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان اللي بيحصل ان احنا يعني لما بيحصل لنا الموقف ده وبيجي لنا حالة من الإحباط، وفي نفس الوقت بنحس ان احنا جعانين جدا وبنبقى عايزين ناكل، جسمنا ساعتها بيترجم ان احنا بيربط موضوع الأكل بالحالة النفسية، فلما بتتكرر تاني بنرجع تاني ناكل نفس كمية الأكل. فهو الفكرة كلها في موضوع العواطف والمشاعر والاكتئاب وكل الأحاسيس المختلفة دي. بالظبط. طيب احنا نبدأ بقى نتكلم عن هو ليه أسباب معينة غير اللي احنا اتكلمنا عنها، المواقف اللي بتمر بينا أو حالات الاكتئاب أو ما إلى ذلك. هل ممكن واحد يبقى داخل لسه واكل بس يفتح التلاجة يلاقي حاجة يبقى عايز ياكل؟ ممكن تكون جوانا احنا مش جعانين. بالظبط. هو فعلا هو جوع غير حقيقي تماما. هو الفكرة بتبقى ان انا بحس ان انا يعني رابطة ده بالاحساس اللي انا حاسة بيه، لكن هو في الاصل هو مش جوع حقيقي. هو ممكن ابقى يعني لسه واكلة وفي نفس الوقت ابقى مريت بموقف فبالتالي بخش في الحالة دي. ليه طبعا اسباب، الاسباب النفسية زي ما قلنا، وليه اسباب فسيولوجية زي السيدات اللي بيجي لها الدورة الشهرية مثلا. برضو في قبل فترة الدورة الشهرية دي بتتعرض لتوتر وقلق واكتئاب، وتلاقي نفسها بتبقى عايزة تاكل. بالظبط. هي الموضوع كله في الهرمونات. طيب انا دلوقتي التوتر والاكتئاب والستريس اللي بيجي لي نتيجة ضغط بقى الشغل أو أيا كان، ده بيعلي عندي في جسمي هرمون اسمه هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده لما بيعلى، هو موجود في جسمنا بنسب معينة. أوكي. لكن لما بيعلى زيادة عن اللزوم بيوقف عملية الحرق عندي، وبيختزن كل الأكل اللي أنا باخده ده في منطقة البطن وبيحولها لدهون بقى عند الرجال في منطقة الكرش، وفي السيدات عند منطقة البطن. بس فانا لازم عشان اعرف افرق بين حاله الجوع العاطفي اللي انا بمر بيه او هو جوع حقيقي، لازم يعني هو بيبقى الجوع العاطفي بيبقى قبله شعور وبعده شعور. ازاي؟ يعني انا دلوقتي اكتئبت، ممكن ابقى انا لسه واكله حالا بس بحس ان انا جعانه. طيب الجوع متقبله بقى اي حاجه هشوفها، يعني هدوس فيها ايا كانت بقى. بالظبط. وبعديها بحس بذنب رهيب، انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا ازاي عملت كده؟ طيب الجوع الطبيعي افرق بينهم ازاي؟ الجوع الطبيعي ده بيبقى جوع تدريجي. يعني انا حاسه ان انا جعانه دلوقتي وبعدين يشتد. طيب بقى بالظبط، واحده واحده. وممكن ابقى مثلا واكله قبليها بثلاث اربع ساعات، ساعتها ابدا لا انا فعلا دلوقتي الجوع اللي انا حاسه بيه ده جوع حقيقي. مش جوع عاطفي. مش جوع كده ومش هينفع ان انا اشتت نفسي عنه. لكن الجوع العاطفي هعرف ازاي ان هو جوع عاطفي؟ لو شتت نفسي عنه، الهي نفسي في حاجه،
اقوم اعمل حاجه، المهم ابقى فاهمه جسمي وابقى فاهمه اللي انا بمر بيه ده. انا دلوقتي مريت بحاله معينه من الاكتئاب او الضغط، فانا حاسه ان انا جعانه وانا لسه واكله، فترجم على طول ان ده جوع عاطفي. يبقى اقوم مثلا اول حاجه اعملها اشرب كوبايه ميه، او اعمل حاجه سخنه مثلا، او اعمل اي حاجه يعني سخنة. يعني علاجه شوية. ان احنا ننتظر عليه هيروح لان هو مش جوع حقيقي. كويس. بلس ان هو اصلا كل الاكل اللي انا باكله ده هو اصلا نفسي بتجيبني دايما على اكل غير صحي. يعني عمري مثلا ما هيجي لي الجوع العاطفي ده ابقى عايز اكل سلطه او باكل فاكهه، لا انا دايما زي النهارده. بالظبط النهارده كلنا عاملين حاجات، اكيد في ناس كتير بتبقى حابه تتجمع مع عائلتها، وطبعا كل سنه وانت طيبه وكل سنه ومشاهدينا طيبين، وسنه سعيده علينا وعلى حضرتك وعلى كل متابعينا الكرام خلال شاشة قناة الأهلي. يعني متوفقين يا رب، ودايما أمنياتكم تتحقق بإذن الله في السنة القادمة، ويشفي ربنا كل مريض كان تعبان السنة دي، إن شاء الله يبقى بصحة وعافية في السنة اللي جاية بإذن الله. فإحنا كلنا بنبقى حاطين نوعيات من أكل مختلفة وحلويات بشكل مختلف. بالزبط. وبنبقى عايزين نشارك، هو من ضمن يعني يقولوا إيه، من ضمن الحاجات الجميلة في الحياة، ربنا جعلها نعمة حلوة لينا يعني، بس مهم نوظفها صح. بالزبط. طيب هنبدأ بقى نتكلم مع حضرتك عن لو أنا دلوقتي عندي الإحساس ده كتير، وفترة أنا بمر بيها لا قدر الله صعبة، أو فترة في الحالة النفسية صعبة، أقدر الأناسيليوم يساعدني في الفترة دي بشكل قوي؟ أو طبعا. طيب كلمينا عنه بقى يا دكتور بعد إذنك أميرة. طيب. كده إيه واحدة واحدة، ونقول لأصدقاء لسه أول مرة يعني يشوفوا، هنعتبر أن في أصدقاء لسه ما يعرفوش عنه حاجة، كلمينا عن الأناسيليوم. خلاص، هو الأناسيليوم أنا بس في حاجة عايزة أضيفها. فضل. لروتين حياتنا اليومية. أنا أهم حاجة عشان أعرف أخرج من أي إدمان أنا بعيشه، سواء بقى إدمان للأكل أو جوع عاطفي أو أيا كان، إن أنا لازم يبقى فيه نظام في حياتي اليومية ويبقى عندي روتين يومي. صحيح. يعني إيه؟ يعني أنام في وقت معين، بصحى في وقت معين، وجباتي بتبقى منظمة وفي مواعيد ثابتة وعلى مدار اليوم، ما سيبش نفسي جعانة لفترات طويلة. وهنا بقى بيجي دور الأناسيليوم في الموضوع ده. إن هو خلينا نقلل او نحد من الكميات اللي احنا بناكلها، لان هو فكرته ببساطه عامله زي بالون المعده كده. احنا بناخد الأناسيليوم ده، هو عباره عن الياف طبيعيه. أوكي. غنيه بفيتامين سي وماده البرومالين. دول مواد حارقه وبتساعد على الحرق، حرق الدهون المتراكمه في الجسم، وفي نفس الوقت هي بتساعد على عمليه الهضم وتنظيم السكر في الدم، وكمان حركه الامعاء، بتنظم حركه الامعاء بالذات عشان مليانه الياف. بالظبط. الناس اللي بتعاني في الدايت. فده بفكرته ببساطه، احنا بنحطه على نص كوبايه ميه قبل الوجبات الرئيسيه بتاعتنا، وبناخده بنشرب بعديه كوبايتين ميه، وبنستنى من نص ساعه لساعه وناخد الوجبه الرئيسيه بتاعتنا. كويس. هينزل، هيعمل بلك في معدتي، هينفش، فبالتالي هيتبقى لي مثلا تلتين او ربع المعده بتاعتي. هي دي اللي انا هقدر اكل بيها الكميات اللي انا المفروض اكلها، علشان ابقى ماشيه برده اقلل الاول الكميات، وبعد كده ابدا اكل بقى وامشي على هيلثي لايف ستايل. ما انا ما ينفعش برده مريض سمنه يبقى جاي لي او بيعاني من اي اضطرابات في الاكل وابدا اقول له لا انت هتبطل الحاجات دي مره واحده، بالذات لو هو بيعاني تجي له. بالزبط. حاله نفسيه ويتضايقوا جدا. بالظبط. هو ولو بيعاني بدا اسبوع مش هيكمل. تمام. فاحنا من الاول بنحدد الكميات بتاعته، وبعد كده واحده واحده بنبدا ان احنا نخليه يتعود ان هو يغير العادات السيئه بتاعته لعادات صحيه. كويس. طيب انا عندي انواع من كورس الأناسيليوم. عندي كورسين، كورس الأناسيليوم العادي وكورس الأناسيليوم المكثف. كويس. الفرق بينهم ان كورس الأناسيليوم العادي ده هو الالياف اللي احنا اتكلمنا عليها. بالاضافه لسكر سيسال وكمان المورينجا. الكورس الأناسيليوم المكثف بيضاف عليه الكبسولات بتاعه الأناسيليوم. دي عباره عن كبسولات غنيه بماده الكافيين وكمان ماده الكارسينيا كامبوجيا، والاثنين دول بيساعدوا على عمليه الحرق بطريقه حلوه جدا. طب انا بفضل انهي انواع للكورس دي اديها لانه نوع من البيشنتس؟ بالنسبه لكورس الأناسيليوم العادي انا بفضل اديه للناس اللي عندهم سيستميك ديزيز او امراض مزمنه زي الضغط والقلب والسكر وامراض الشرايين، وكمان السيدات اللي بترضع سوري، علشان ما ينفعش اديهم اي حاجه فيها كافيين ممكن توصل للبيبي. انا ممكن اساعدهم ان هم يخسوا بطريقه هيلثي وصحيه، وفي نفس الوقت ما تبقاش تاثر على صحتهم. كويس. وكمان الاطفال، لان هو امن جدا على الاطفال، فانا ممكن ابدا اديه للاطفال اللي بيعانوا من السمنه من اول سن 3 سنين. كويس جدا. الاطفال امن بقى بالنسبه لهم يعني. قولنا بقى، طب نبدا كده ناخده في روتين اليوم، يعني احكي كده معانا لو هنعمل روتين يومي وعايزين ننتظم عليه بقى يا دكتور امير. تمام. نعمل ايه يعني؟ دينا كده امثله للناس تنزل شغلها بدري، او حتى الاطفال الحبايبي اللي بيروحوا المدرسه.
الناس اللي بتبدا الاول زي ما قلنا بناخد الدايت اللي احنا متفقين عليه، بنفطر الصبح. لو هاخد كرسي الانسولين المكثف هنضيف عليه الكبسولات. طيب كرسي الانسولين المكثف ده انا بديه للناس اللي هي عندها زياده في الوزن زياده عن اللزوم، او الناس اللي كان عندها هيستوري في الدايت قبل كده، جربت مثلا جربت حاجات منتجات كتير وما جابتش معاها نتيجه، فمحتاجه حاجه معاهم طبعا في طريقه التعامل معاهم بالظبط والله في النتائج. طبعا بيفرق جدا يعني معاهم. دي معلومه جديده برده مهمه ان احنا نخلي بالنا من القصه دي، ان في ناس ممكن تكون جربت ولسه بتجرب مع الانسيليم، فانتوا بتتعاملوا معاها بسيستم مختلف بالظبط عشان تقدروا تحققوا النتيجه اللي هم عاوزينها. احنا اهم حاجه عندنا في اون تارجت فارما ان احنا نوصل البيشنت للنتيجه المرضيه ليه، وفي نفس الوقت النتيجه اللي احنا ترضينا. ده بيتم عن طريق ان هو لما بيتواصل معانا بيملى زي ابلكيشن، الابلكيشن دي بنعرف بيها الهيستوري بتاعه، وفي نفس الوقت بنقدر نحدد عليها نوع الكورس المناسب للحاله بتاعته. قبل ما نتكلم عن الابلكيشن ده عايزين اول يعني تقول لنا طرق التواصل من خلال الشاشه، قول لنا بقى الارقام. طرق التواصل عن طريق الواتساب او الارقام الموجوده على الشاشه، وفي نفس الوقت عن طريق الصفحات الرسميه بتاعتنا على الفيسبوك شركه اون تارجت فارما، والصفحه الرسميه بتاعت دكتور نهال حافظ، كمان على الانستجرام صفحه اون تارجت فارما وصفحه دكتور نهال حافظ. ممتاز، دول طرق التواصل، ارقام عليها واتساب حتى لو حد مش عارف يتواصل او الخطوط مشغوله يقدر يتواصل عن طريق الواتساب. بالظبط. طيب نستكمل بقى، اول ما بيجي لكم الحاله او بتتلقوا يعني حد بيسال عن الانسيليم بتتعاملوا معاه ازاي بقى؟ اول حاجه بناخد الهيستوري بتاع البيشنت، نعرف هو بيعاني، هل هو بيعاني من امراض مزمنه، هل هو عنده ضغط سكر، هل هي سيده بترضع، هل هو طفل صغير. واحنا عندنا في الفريق الطبي بتاعنا يعني في يعني زي دكاتره متخصصه في كل حاجه، يعني في دكاتره متخصصه في التعامل مع الاطفال، في دكاتره متخصصه في التعامل مع الامراض المزمنه يعني وهكذا. بالظبط. فنبدا نعرف الهيستوري بتاعه كويس عشان اقدر احدد نوع الكورس المناسب بالنسبه له، وبعد كده ببدا بقى ارشح له الحاجات اللي هو المفروض ان هو ياخدها، وممكن كمان ادخل معاها عوامل مساعده تانية زي الجرين كوفي او المورينجا. دي حاجات بتبقى لطيفة جدا، يعني ممكن يعني تبقى حاجات بتساعد في الحرق تقصدي؟ بالظبط كده، بدل المشروبات اللي هي يعني بتدخل حد بيحب يشرب مثلا قهوه كتير، فبدل ما يشرب قهوه كتير احنا ممكن ناخد حاجه صحيه وفي نفس الوقت تديني نفس الايفكت اللي هو بيحبه، وكمان بتساعد على عمليه الحرق زي الجرين كوفي مثلا. بس انتوا عاملينها كمان بفليفرز حلوه، عندنا بالبندق وعندنا بالموكا. حلو ده، علشان الناس اللي مش حابه طعم الجرين كوفي يا جماعه تلاقي برضو طعم حاجه هي بتحبها. هي الجرين كوفي ايه الفرق بينها وبين القهوه العاديه؟ القهوه العاديه قهوه متحمصه، فالقهوه المتحمصه دي بتفقد جزء كبير جدا من مضادات الاكسده اللي فيها الموجوده فيها والحاجات المعادن المفروض ان احنا هنستخدمها. فالجرين كوفي طبعا بيبقى طعمها غير طعم القهوه العاديه، عشان كده احنا عاملينها بفليفرز بحيث ان احنا لما نبقى نشربها تدينا الطعم حلو، وفي نفس الوقت يبقى كمان حاجه هيلثي تقدر ان هي تساعدنا على احنا المره الجايه نشرب سوا قبل ما تدخلي. مش هنشرب القهوه المحمصه المظبوطه، احنا هنشرب دكتور اميره القهوه مظبوطه، احنا هنشرب المره الجايه الجرين كوفي مع بعض. تمام، المره الجايه عليكي الجرين كوفي. أنا المره دي عملت البن المحمص والمحوج، صح؟ تمام كده، صح كده، خلاص تمام. اتفضلي. ايه كمان حاجات ممكن تبقى مساعده زي المورينجا مثلا؟ المورينجا. المورينجا بقى دي انا بسميها شجره المعجزات. الله، ليه بقى؟ كلمينا عنها بقى يا دكتوره اميره عشان ممكن ناس كتير ما تبقاش عارفاها، وهي اكيد مش متداوله قوي نقدر نعرف نشتريها بسهوله يعني. بالظبط، صح كده. عارفه حضرتك في حاجه في الجسم عندنا اسمها الشوارد الحره او الفري راديكلز، دي عباره عن جزيئات او ذرات اكسجين نشطه بتلزق او بتتعلق كده في الخلايا، تبدا تدمر لي او تبوظ لي الوظائف الحيويه بتاعه الخلايا دي، بتسبب لي بقى سرطانات، بتسبب لي امراض تصلب الشرايين، بتسبب امراض كتير جدا. طيب هي ممكن تجي لي من ايه؟ ممكن تجي لي من كتر الاسترس وضغط والضغط العمومي الموجود في الحياه، في الشغل بقى او في البيت او ايا كان. بتجي لي من كتر ما باكل مثلا اكلات فيها مقليه مثلا، في زيوت مهدرجه كتير وحاجات مهدرجه. بالظبط. ممكن تجي لي من السكريات، من اي دور برد جالي وراحهم ما عالجتوش كويس. فبتجي لي من الحاجات دي. الجزء الاساسي اللي موجود في جسمي عشان يقدر يحارب الموضوع ده هي مضادات الاكسده. فالمورينجا عندي فيها ميزه حلوه قوي، فيها 64 نوع
من المضادات الأكسدة. يا ما شاء الله. فطبعا دي بتعلي المناعة جدا، وفي نفس الوقت بتحسن الصحة. كمان فيها هرمون اسمه الزيتين. هرمون الزيتين ده من الهرمون بيسموه في النباتات هرمون، يعني هرمون النباتات بيسموه اكسير الحياة، لان هو ليه فوائد حلوة جدا بالذات لسرطانات الجلد. اولا هو بيحمي من سرطانات الجلد، الله. وفي نفس الوقت بيدي للجلد نضاره وبيحافظ على الالاستيستي بتاعتها، وكمان بيمنع تشقق الجلد. والله بيدي نضاره جداً. حلوه جدا. ده بيبقى مع الكورسات يا دكتور أميرة؟ اه طبعا بيبقى مع الكورسات. يعني الكورس بيبقى فيه اناسيليوم وبيبقى فيه الحاجات اللي انتوا دعموها على حسب الحاله. على حسب الحاله. الحاله اوكي. على حسب الحاله. طبعا كمان مفيد جدا للسيدات اللي فتره المينوبوز او انقطاع الطمس عندها بتبقى الهرمونات عندها مش متظبطه، فده بيظبط الهرمونات جدا. مفيد جدا كمان للحوامل، للسيدات اللي بترضع. فانا بنصح بيه الناس ان هي تستخدمه، لان هو بجد من الحاجات المفيده جدا. انا اللي استمريت بس عليه لمده 10 ايام هبدا احس بفرق في صحتي وفي بشرتي، وكمان هي حاجه بتساعد على عمليه الحرق، بتعلي عمليه الحرق. جميل ان انتوا كمان بتطلعوا السكر السيسه. سكر السيسه اللي هو يعني اللي عايز يقنن من كميه السكر الابيض، احنا يعني عايزين بقى ندعم المبادره اللي عاملاها دكتور نيهان. بالظبط. فنحاول نقننه بالاول بنوع كده يدينا طعم ونقنن منه الكميات، صح؟ تمام. بيطلع مع كل الكورسات؟ هو كورس السيسال بيطلع غالبا مع كل الكورسات. كويس عشان اصدقائنا يعرفوه. احنا طبعا احنا يعني اهم حاجه لازم نبدا نبطلها في موضوع الدايت، زي ما دكتور نهال في المبادره بتاعتها بتقول، السم الابيض. السم الابيض المتكون من السكر والملح والدقيق. فطبعا السكر ده من اول الحاجات اللي بتسبب عندي سمنه، وناس كتير خلايا سرطانيه بشكل قوي بالزبط جدا. بالظبط. وبتعلي كمان الانسولين في الدم، وممكن تخلي ناس كتير قوي تدخل في حته مقاومه الانسولين. صحيح. لان هو بيعلي الانسولين. والله يا دكتور وفعلا بيبقى عندهم المقاومه دي. بالظبط. بس فسكر سيسال من الحاجات الموجوده عندنا في اون تارجت فارما لطيفه جدا وحلوه جدا، لان هو مميز قوي. انا على فكره طعمه حلو، انا عشان جربته يعني ماشيه بيه. شفتي الصبح احنا عملنا الكافي؟ أيوة. عملت منه لانه بيدي طعم حلو ومش بيمرر، وفي السخن حتى في دخول الفرن او كده. بالظبط. هو ليه ثبات حراري عالي، ينفع انا ادخله الفرن على درجات حراره عاليه. وكمان ماده السكرالوز اللي موجوده فيه، هي الماده دي معتمده من الاف دي اي، ملهاش اي اثار جانبيه. زي ما بتخش الجسم زي ما بتخرج منه. وكمان هو بيعلي يعني طعم الحلو قوي في يعني ممكن احط بس ما بيجزعش. يعني انا لما اخذت منه النسبه على مشروبات شتويه المفروض ان انا بحتاج فيها نسبه سكر. بالزبط. لقيت نفسي قادره اشرب الكوبايه الكبيره، في حين انا كنت بشرب بالسكر العادي كوبايه اصغر، لاني ما بقدرش استصيغ السكر طعم السكر كتير. لقيتها ما شاء الله، لا الطعم حلو، مديني نسبه سكر مرضيه، ولكن ما جزعتنيش. بالزبط. ما ضايقتنيش حقيقه يعني. وكمان هو مفيهوش طعم الافتر تيست بتاع الاسبرتين اللي بيبقى موجود في يعني بعض الانواع. فبعض طب الأنواع. ناخد طرق التواصل مره تانية بعد اذنك يا دكتور امير. طرق التواصل عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، واتساب او مكالمات تليفون. كويس. وكمان الصفحات الرسميه بتاعه شركه اون تارجت فارما على الفيسبوك، وصفحه دكتور نهال حافظ. ايوه. وعلى الانستجرام برضو صفحه اون تارجت فارما وصفحه دكتور نهال حافظ. هايل جدا. طيب قولي لنا بقى نصيحه كده يعني منك كده على مدار بقى، بما اننا في الشتاء وبما اننا داخلين كمان على اعياد تانية يعني، فقول لنا نعمل ايه يعني، نمشي بقى اليوم بتاعنا كده نحاول نحافظ بيه ازاي. احنا طبعا هناخد اناسيليوم فبالفعل هيبقى مقننين الكميات. تمام. بس قول لنا بقى يعني مشروباتنا ممكن تبقى من المشروبات الصحيه دي، ايه تانية غير كده ممكن يبقى في البيت ينفعنا؟ بصي هقول لحضرتك، هو اول حاجه ان احنا لازم نبقى عارفين ان الدايت ده مش فترة مؤقتة وهتعدي. لا، أنا لازم أبقى عارفة إن أنا بغير عادات سيئة في حياتي اليومية لعادات صحية. صح. ومع الوقت أبدأ بقى إيه يعني أدخل على حتة إن أنا مثلا أبدل العيش الأبيض بالعيش الأسمر، أبدأ أقلل لحد ما ممكن إن أنا أمنعه خالص. كمان ممكن أشرب بقى حاجات مفيدة لصحتي، زي مثلا القرفة، الجنزبيل، وأحط عليهم سكر سيسال. أشرب حاجات تعلي الحرق وتزود المناعة، وفي نفس الوقت ما تدخلنيش في حتة إن أنا أدخل في سمنة. يعني مثلا المشروب الرسمي المعروف الفترة دي السحلب. السحلب يعني كتر السحلب ده برضو من الحاجات اللي ممكن تدخلنا في حتة مش حلوة، بالذات ان احنا لو هنحط عليه سكر بقى وكده.
فاحنا نحاول نقلل الحاجات دي على قد ما نقدر، ونحاول ان احنا نتعامل مع الدايت على انه هو هيلث لايف ستايل نعود نفسنا عليه. نشرب واحده واحده كتير عشان بنهملها كتير برضو في طبعا الشتاء. ده الميه دي من الحاجات المهمه جدا، لان احنا يعني جسمنا محتاج كميه ميه، هو اصلا مكون يعني 3 ارباعه ميه تقريبا، من 70 ل 80% من جسمنا ميه. فاحنا محتاجين نشرب ميه كتير قوي عشان برضو صحتنا وبشرتنا، عشان نقدر نطرد السموم الموجوده في الجسم بتاعتنا. والله يا دكتور انا سعيده بوجودك جدا معايا بجد. وانا كمان والله مبسوطه جدا يعني بحضرتك، مميزه حتى يوم مميز. وطبعا مبسوطه بالكلام عن الكورس، ان في ناس كتير ممكن تكون لسه ما اول مره تشوف وتسمع معانا في الفقره، احنا اتكلمنا عنه كتير، لكن سعيده بان التكرار ده بيخلي ناس كتير قوي تاخد بالها من حاجات ممكن تكون ما خدتش بالها منها قبل كده. فعلا هو الدايت محتاج يبقى ان احنا نتخلص من عادات سيئه، ونبدا نعمل لنفسنا نظام جديد في حياتنا صحي لينا ولاولادنا. بالظبط، حتى الصغيرين انهم يعني بداوا يعانوا من سنه، بداوا يخسوا. انا بقيت اشوف ده في اطفال لا تتجاوز مثلا ال 12 وال 13 سنه. وحلو ان احنا ندي التوعيه دي للاطفال من هم صغيرين، ان احنا كمان اتعودنا على عادات سيئه كتير قوي من واحنا صغيرين. مظبوط، بدانا إن شاء الله نعدلها مع انا سيليم ان شاء الله. سكر سيسل، وسعيده بوجودك معايا. اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني، دكتور اميره مهيب، خبيره التغذيه العلاجيه لدى شركه اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني. بنورك، ميرسي، ربنا يخليك. واسمحوا لي طبعا اشكر كل اصدقائنا متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. تحيه وحب وتقدير لحضراتكم، سنه جديده مليئه بالسعاده وبالتوفيق وبتحقيق امال واهداف ونجاحات مستمره للقناه ولحضراتكم كل متابعينا الكرام. ومن هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.